كابتن بلال الف مبروك، ويمكن انت بالذات قلت لي قبل الماتش لو اي نتيجه غير الفوز تعتبر نتيجه غير منطقيه بالنسبه للنادي الاهلي. اه طبعا حقيقي، اي نتيجه غير الفوز هتبقى نتيجه مش مقبوله كمان حتى كابتن. بس انا كنت مطمن حتى في ظل الاداء بتاع الشوط الاول. الفروقات كبيره جدا ما بينك وبين الميديا، فروقات كبيره جدا جدا. هما فرقه يعني امتازوا بالحماس، يعني بيلعب كل الميزه اللي موجوده عندهم ان هم حماسيين جدا، يعني بيلعبوا حماس وعايز يضغط عليك ويروح فاهم. لكنه لما تيجي تبص على الـ على الـ على الماتش، لا يعني هم عندهم كتير من العشوائيه جدا، عندهم كتير من المساحات الفاضيه اللي بعد ما سجلت انت الهدف كان ممكن تجيب هدف الثاني والثالث ورحت باكتر من فرصه خطيره على المرمى، ولو في شويه تركيز او شويه هدوء كان ممكن تسجل الهدف الثاني والثالث. الاهلي افضل الشوط الثاني بكتير زي ما قالوا الكباتن. طبعا الهدف فرق مع النادي الاهلي، فرق صحيح. كتير وفرق جدا في سير الماتش مزبوط. نفسه كمان هو غير من شكل المباراه، خلاك انت ركبت الجيم بلغه الكوره وهم خلاص داون خلاص صح. انت خلاص هم تسجل فيهم هدف في ظل ما هم عندهم حماس وبيروحوا بيحاولوا بيشوطوا وبيجروا، يعني مظبوط، يعني عندهم طاقه كبيره جدا جدا في الهدف اللي جه خلاص يعني هداهم همدهم بلغه الكوره وخلاك انت ركبت الجيم، عرفت تلعب كوره بالراحه بهدوء، عرفت تفكر في الملعب، بدأت تبقى مركز بشكل كبير، قدرت ان انت تستحوذ على الماتشات مع التغييرات اللي عملها كولر ونزول بعض اللاعبين اكرم ورضا وكمان ورامي طبعا ووسام، يعني خلاص انت ركبت الجيم بلغه الكوره، بقيت بتلعب كوره سهله وسلسه، بقت تروح على المرمى بشكل جيد، بتروح على المرمى بشكل مستمر، سابوا لك نص ملعب وابتدوا هم اللي يلعبوا الكرات الطويله صح. تمام، خد بالك انت بعد ما انت سجلت الهدف هم ايه واحده الثانيه خلاص ابتدى يلعب الكره الطويله، ابتديت تضغط عليهم كمان من الحته اللي قدام، عندك لعيبه نازله فريش فابتدوا يضغطوا عليهم، فابتدى هو يلعب الكره الطويله، فالكرات كلها من مصلحتك، يعني عملت شوط ثاني كان المفترض تبتدي بالمباراه، لان زي ما قال الكابتن هاني من شويه لو كنت انت خرجت وهم مسجلين هدف في ظل الفرص اللي راحت لهم الشوط الاول اعتقد كانت هتصعب عليك الامور، راحت في حته ثانيه خالص، كنت هتلاعب فرقه يعني هتلاعب وحوش في الملعب مش هتلاعب لعب كوره، فاهم قصدي؟ كان المباراه هتتحول من مباراه كره قدم ولعب وتاكتكس لمباراه ثانيه خالص مختلفه كلها صحيح. شراسه وقوه وعنف. فالهدف اللي سجلته وده اللي احنا دايما بننادي بيه استغلال الفرص، انك انت لما تجيلك فرصه حتى لو انت وحش الفرصه والهدف بيقلب موازين الماتش، خاصه مع الفرق اللي زي دي، يعني ممكن انت تسجل مثلا هدف في الوداد فالمباراه لسه تبقى في الملعب، فرقه منظمه وبتلعب كره كويسه وبتلعب على الارض وعندهم تاكتكس وبيلعبوا بيروحوا بيلعبوا على اطراف الملعب وعندهم كرات ثابته خطره، كذلك سان داونز برضو عنده، يعني لما تسجل فيه هدف المباراه مش هتتقلب كتير، اه ممكن تختلف، لكن فرقه زي دي لما تسجل فيها هدف هو ما عندوش حاجه، ما عندوش استراتيجيه ثانيه، هو ما بيلعبش ان لو جه في جول انا هبتدي هشتغل ازاي يعني بعد كده بعد تسجيل الهدف فيا، ما عندوش الحته دي مش موجوده، بدليل ان هو لما تسجل فيه الهدف انت شايف بس نعكشه في الملعب، يعني بقى اكثر عشوائيه كمان يعني الموضوع بالنسبه لهم بقى خالص عايز اجري بس عايز العب كره طويله عايز اجري عايز اشوط، يعني حتى الكرات اللي جات لهم كورتين انت شفت الكرات اتلعبت كروس ايوه اتنين داخلين في يعني وضع أيوة. مفيش تركيز يعني عارف انت اهو عايز اجيب جول وخلاص عايز العب اي كوره، لو في تركيز كان واحد التاني شايف وراح وحطها بدماغه في الزاويه البعيده والكره الثانيه اللي بعدها اللي جت في العارضه، يعني فرقه عشوائيه. فالهدف طبعا افاد النادي الاهلي بشكل كبير جدا، بس عندي يعني نصيحه لعبد المنعم تمام. يعني عبد المنعم لعيب جيد جدا امكانياته عاليه جدا طبعا، لكنه في الاونه الاخيره يعني انا مش شايف عبد المنعم اللي ابتدى مع النادي الاهلي من سنه واتنين يعني يعني لا شايفه المستوى يعني اهدى شويه اهدى كتير جدا يا كابتن، مش عايز اقول اهدى يعني وصل لمرحله انا شايف التركيز اقل شويه تمام بكتير مش شويه كتير جدا جدا جدا، النهارده في كرات كتيره جدا المفروض يضغط ما بيضغطش تمام، الباص بتاعته مش مظبوط، التحركات في الملعب بتاعته الرقابه في الملعب كمان ياسر النهارده في اكتر من كره بيغطي عليه، مش بكلمك في النهارده مش بكلمك في وليد مباراه النهارده، بكلمك في الفتره اللي فاتت دي كلها، فنصيحتي يرجع لتركيزه تاني مره تانية. بدون قطع كلامك حتى في بطوله الامم الافريقيه اللي فاتت انا واحد ناس بتسالني مين هيبقى من احسن الناس قلت عبد المنعم، عبد المنعم مظبوط على طول، بس فعلا في البطوله برضو زي ما بلال بيقول الاداء بتاعه ما كانش انا تكمله نتمنى يعني يكون حاجه عرضه ويرجع لمستواه لا يعني تكمله لبلال بيقوله في حته ان هو صحيح. اتفضل بلال طيب.